السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل مع بعض منهج الديسكفر لجونيور 1، وإحنا دلوقتي our primary 1 first term في شابتر 3 بعنوان grow the food in the world around us. أول lesson معنا بيتكلم على the sun in the sky، عن الشمس وهي موجودة فين؟ في السماء. أول فترة بنبتدي إن إحنا نشوفها في اليوم اللي هي sun rise، اللي هي شروق الشمس. هبتدي أسأل بقى وأقول what do we do at sunrise؟ إحنا بنعمل إيه؟ we wake up، إحنا بنستيقظ. سؤال التاني do we see the sun in the morning؟ بنقدر نشوف الشمس الصبح؟ yes we see the sun، إحنا بنقدر نشوف الشمس. طب الفترة اللي بعديها اللي هي noon ظهرا بنعمل ايه؟ we eat lunch، احنا بناخد الغدا بتاعنا. do we see the sun in the noon؟ yes we see the sun. وبعد كده بنخش على فترة الغروب اللي احنا بنسميها sun set. sun set وبنعمل ايه بقى in the sunset؟ ممكن حد يقولي play a game. okay طيب السؤال المشهور do we see the sun in the sunset؟ yes we see the sun، احنا بنقدر نشوف الشمس وهي بتغرب. اخر مرحلة معنا واخر فترة في اليوم اللي هي evening، اللي هي في المساء. وبنعمل ايه في المساء؟ what do we do؟ we go to the bed، احنا بنروح ايه؟ straight to sleep. do we see the sun؟ بنقدر نشوف الشمس؟ we doesn't see the sun، احنا مش بنقدر نشوف الشمس. ده lesson 1. lesson 2 بيكلمني على seasons اللي هي فصول السنة، اللي هي summer autumn winter spring. طيب بالنسبة للسمر اللي هو الصيف، عايز اعرف عنه ايه؟ عايز اعرف the weather is hot and sunny، الجو بيبقى سخن جدا وحر جدا، and sunny بيكون مشمس. طيب بالنسبة للautumn بيكون ايه؟ the leaves اللي هي اوراق الشجر on the tree اللي هي بتبقى موجودة على الشجر fall بصي قلت ايه؟ fall to the ground، بتقع على ايه؟ على الارض. طب بالنسبة للwinter عايز اعرف عنه ايه؟ the weather is cold and rainy، الجو بيبقى بارد وكمان ممطر. بالنسبة بقى spring في الربيع اللي بيحصل the flowers and the leaves are starting to grow، كمان الأزهار وأوراق الشجر بتبتدي إن هي إيه؟ starting to grow، تنمو. ده lesson 2. lesson 3 بيكلمني على healthy and unhealthy foods، الطعام الصحي والطعام الغير صحي، وهو مطالب بس ببعض أو some example، بعض الأمثلة السهلة بالنسبة له. يعني عندي healthy food like إيه؟ like fruits فواكه، vegetables yogurt اللي هو الزبادي، eggs اللي هو البيض. طب ال unhealthy food زي ايه؟ زي chocolate الشوكولاتة، cookies unhealthy، chips كمان رقائق البطاطس غير صحية unhealthy، وكمان candy الحلوى غير صحية. وبكده نكون خلصنا الشابتر ده، هتلاقي كل الورق موجود على صفحة الفيسبوك، وما تنسيش لايك وشير للمامي اللي محتاجة المحتوى، ويوتيوب بيبلغني 80% من مشاهدي المحتوى غير مشتركين، برجاء الاشتراك في القناة وتوزيع القناة على كل المامي اللي بتذكر لولادها عشان كل الناس ما تحتاجش أي حد يساعدها. والسلام عليكم.